الخبر الثاني يتعلق بالمان يونايتد. حضراتكم عارفين ويمكن اتكلمنا هنا يعني من خلال المحترف عن في مشكله هتحصل بالنسبه لاشاره الكابتن. اشاره الكابتن ما بين طبعا مشكله كبيره ما بين رونالدو وماجواير. ماجواير يمكن في الفتره الاخيره في انتقادات كبيره جدا جدا على ماجواير، وبيقولوا مش هو ده يمكن الايقونه او مش هو ده القائد اللي يقود مانشستر يونايتد خلال الفتره اللي جايه. يعني على طبعا اداء ماجواير في خلال الموسم اداء باهت جدا جدا لمدافع، يمكن مدافع ثمن وصل اكثر من 90 مليون باوند، ولكن اداؤه لم يكن في المتوقع من جماهير ومحبي مانشستر يونايتد، واللي طالبوا بشكل كبير جدا الاستغناء عن هذا اللاعب. ولكن كمان شارت القياده بالنسبه لماجواير اصبحت كمان علامة استفهام، بالرغم ان حضراتكم اللي متابعين طبعا البريمير ليج، ماجواير احرز هدف التقدم امبارح امام ليدز يونايتد وعمل مباراه اكثر من رائعه، ولكن جماهير المان يونايتد بتقول ان الاقدر باشاره الكابتنه هو رونالدو. رونالدو اللي يمكن كمان عنده شويه مشاكل مع رالف رانكن طبعا المدير الفني للمان يونايتد، لكن تعالوا مع حضراتكم نشوف رالف رانكن نفسه بيقول ايه عن المشكله وعن اداء ماجواير في هذا الموسم.